باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. حلقتنا النهاردة تراثنا وإيمان الحي، تعتبر مميزة جدا لأن هنتكلم عن ظهورات السيدة العذراء مريم في مصر ودلالتها العقائدية والروحية. وبمعنى أصح عاوز أقول لكم أن ظهورات السيدة العذراء كانت بتشير إلى العقيدة الأرثوذكسية مباشرة، وتشير إلى مفردات عقيدتنا، وأيضا الناحية الروحية والإيمانية والكتابية للسيدة العذراء مريم. الحقيقة أنتوا عارفين أن مصر كان لها نصيب كبير جدا في زيارات السيدة العذراء مريم فيها، دونا عن دول العالم. ظهورات العذراء مريم في مصر كانت مميزة بأن هي كانت بتظهر لكل المصريين، بتعمل معجزات لكل المصريين، كل الناس بتشوفها مش قاصرة على عدد معين. إنما في الدول الأخرى ظهرت العذراء مريم لبعض الأفراد وليس لكل الناس. ظهرت يمكن مرة واحدة في المواقع بتاعتها زي البرتغال أو فرنسا أو روسيا أو روما أو المكسيك، ولكن عندنا في مصر ظهرت كتير، يعني أكتر من مرة تقريبا. بدايتها طبعا من سنة 67، إن لم يكن إن احنا نتكلم في ظهورات السيدة العذراء مريم في القرون اللي قبل القرن العشرين، ولكن حتى في القرن العشرين ظهرت في 10 أماكن متتالية، وظهرت بصورة رسمية. يعني احنا عرفنا الأخبار بتاعتها وظهورتها بصورة رسمية وموثقة من الكنيسة. وفي سنة 68 بالتحديد 2 أبريل ظهرت السيدة العذراء مريم على قباب كنيسة العذراء بمنطقة الزيتون، وأول من شافها بالليل كان تقريبا بعد 10 مساء أحد الغفراء اللي هم كانوا غفر على مكان بيركن فيه أتوبيسات النقل العام، واعتقد إن هي سيدة ممكن تقع من فوق القبة، ولكن ابتدى يصرخ ويستنجد بالناس. وقتها السيدة العذراء مريم تحولت إلى كتلة من النور، والناس عرفت إن ده ظهور للسيدة العذراء مريم. طيب احنا دلوقتي هننظر للصور الفوتوغرافية الحقيقية اللي هي انتشرت في وسائل الإعلام المصرية والعالمية بالكاميرات الفوتوغرافية، على رأسهم كاميرا المصور الفنان وجيه رزق في ذاك الوقت سنة 68. بنلاقي ان الصورة اللي قدامنا هي صورة فوتوغرافية لظهور السيدة العذراء مريم فوق قباب كنيسة الزيتون. طبعا حظ الفنان جميل ان هو يقدر ياخد هذا المنظر الجميل. بنلاقي ان السيدة العذراء مريم واقفة متسربلة بالنور ومتجلية في منظر براق جدا جدا. بس تعالوا هنا نشوف العذراء مريم وهي واقفة، نلاقي ان راسها مميلة ناحية اليسار، لان باعتبار ان هي ملكة، وحسب ما المزمور بيقول جلست الملكة عن يمين الملك، وبافتراض ان السيد المسيح على يسارها وهي على يمينها، فبنلاقي ان السيدة العذراء مريم مميلة راسها ناحية ابنها، ناحية السيد المسيح لا كل المجد. فالوقفة مظبوطة، يعني راسها مش مميلة الناحية التانية، لكن أفضل وضع ليها كانت إن هي تميل ناحية ابنها السيد المسيح. كون إن هي متسربلة بهذا النور الذي يلف رأسها بجسدها كله كله، لأن بلا شك
إن هي أم النور، لأن هي أنجبت السيد المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، وكل القديسين اللي عايشين في السماء عايشين في النور، بل إن السيد المسيح دعانا وقال لنا أنتم نور العالم. العجيبة إن السيد المسيح ملامح وجهها باين، ممكن نشوفه، وملامح الوجه بتدي صورة عذراء صغيرة السن، لأن هي فعلا خرجت من الهيكل وسنها 12 سنة، يعني صغيرة السن، وأنجبت السيد المسيح وهي صغيرة السن وعذراء. باين على ملامح وجهها الوداعة الشديدة جدا المحببة لأي إنسان ممكن ينظر في وجه عذراء وديعة. نلاقي عينيها مغمضة أو مقفولة شوية، وأيضا بقها صغير، لأن هي كانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. الوداعة الشديدة لأن هي كانت متضعة وبتعبر عن نفسها لما قالت للملاك غبريال ها أنا ذا أمة الرب، يعني ها أنا ذا خدامة الرب، في وداعة شديدة جدا. طبعا فاتحة ايديها حواليها علشان المنظر يعطي شكل الصليب، لأن أفضل شيء محبب للسيدة العذراء مريم هو منظر الصليب وعلامة الصليب. وحنشوف بعد كده احنا كمان لو انتقلنا صورة لتجلي السيدة العذراء مريم على قباب كنيسة الزيتون، هنلاقي هنا المنظر الجميل ده. السيدة العذراء مريم تخرج من طاقة صغيرة في قبة الكنيسة الرئيسية من الخارج، تخرج من هذه الطاقة جسمها يكبر 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 حتى يعطي هذا الحجم الكبير. يعني احنا لو قلنا ان القبة ديت مثلا ارتفاعها حوالي 6 متر او 5 متر، طب المنظر اللي قدامنا دلوقتي الحقيقي يبقى هي حجمها قد ايه؟ حجمها كبير بالمهابة دي كلها، لانها بتعبر عن ملوكيتها، لان هي ملكة السمائيين والارضيين، لان هي استحقت ان يتجسد منها الابن الكلمة المتجسد. هي اللي بتحمل أكثر من نبوة في العهد القديم، وعلى الأخص في سفر أشعياء النبي، ها العذراء تحبل وتلد ابنا ويضع اسمه عمانوئيل. فنلاقي إن السيدة العذراء مريم كون إن هي تخرج من الطاقة الصغيرة ديت وبعدين تصبح بالحجم ده، بتقول لنا اختاروا الباب الضيق، ما تختاروش الباب الواسع اللي آخره الهلاك، لكن اختاروا الباب الضيق اللي فيه تجارب وآلام، لأن بعد كده الطريق سيكون رحب للحياة الأبدية. العذراء مريم برضو واقفة، ولو تحققنا في رأسها نلاقيها مميلة ناحية يمين السيد المسيح تحقيقا للمزمور، وده تأكيدا على إن الكتاب المقدس صحيح، لأن هي بتحقق آيات من الكتاب المقدس، وعلى الأخص في سفر المزامير جلست الملكة عن يمين الملك بثوب موشى بالذهب. وهنا العذراء مريم الهالة اللي حواليها هالة النور الكبيرة جدا اللي حوالين راسها بتؤكد مجدها وتؤكد عظمتها وتؤكد أن هي قديسة عظيمة استحقت أن الله يتجسد منها، واستحقت أن هي تكون المعمل لسر التجسد الإلهي. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد من خلالها، هي أم الله بالجسد، وفي نفس الوقت
المسيح إلهها. نلاقي هنا في شيء عجيب قوي فوق السيدة العذراء مريم، وهو منظر الحمامة اللي هو بيمثل الروح القدس. يعني المنظر العذراء بتقول لنا إن أنا ولدت المسيح بالروح القدس مش بإنسان. الروح القدس حل عليا وقوة العلي ظللتني، والمولود مني يدعى ابن الله حسب ما قال لها الملاك بالظبط. فإذا هي بتؤكد بتوليتها وتؤكد بهذا المنظر أن الروح القدس هو اللي حل عليها لولادة الابن الكلم المتجسد، بالإضافة إلى أن ظهور الحمامة فوقها، والحمامة دي ترمز للأقنوم الثالث من الروح القدس اللي ظهر يعني وقت معمودية السيد المسيح. يقول لك وظهر الروح القدس في شكل حمامة. وهكذا حتى الفنانين لغاية دلوقتي بيعتبروا ان علشان يجسدوا الأقنوم الثالث من الثالوث القدوس الروح القدس فيرسموه على شكل ايه؟ حمامة. هنا العجيب قوي ان زي ما قلت ان علامة الصليب عند السيدة العذراء مريم بتمثل شيء هام جدا عندها، ولذلك وهي ظاهرة نورت صليب المنارة، لان الصليب له مجد اعلى من السيدة العذراء مريم، لانه علامة المخلص، وايضا صلب عليه السيد المسيح له كل المجد لصنع الفداء وصنع الخلاص. ايضا بنلاقي منظر تاني جميل جدا بيشير إلى دلالات عقائدية غاية في الأهمية والروعة. المنظر اللي بعد كده بنلاقي إن كاميرا المصور جابت السيدة العذراء مريم واقفة بتصلي، وتصلي أمام الصليب. العذراء مريم بتقول لنا لا غنى عن الصلاة. احنا لو شفنا المنظر بنشعر ان السيدة العذراء مريم واقفة في خلوة مع ربنا، يعني مش ملتفتة كتير لصراخ الجماهير والناس تحت الكنيسة. الوقت ده وقت صلاة، الوقت ده وقت خلوة، هي مديالهم كتفها لان هي متجهة مباشرة لتصلي امام الصليب، بل ان هي خاضعة وساجدة أمام الصليب علشان ترد على الناس اللي بتعتبر إن السجود أمام الصليب خطأ. ولكن إحنا بنقول لهم، والست العذراء بتقول لهم، لأن دي علامة الخلاص اللي كمان هتظهر في آخر الأيام وفي المجيء الأخير، زي ما قال السيد المسيح وسترون علامة ابن الإنسان في السماء. وعلامة ابن الإنسان هي علامة الصليب اللي بتعطي قهر للشر وجنود الشر، العلامة التي تنتصر على قوى الشيطان، العلامة المرعبة لقوى الشر وقوى الشيطان. السيدة العذراء مريم ساجدة أمام الصليب، وفي حقيقة الأمر أيضا ساجدة للمصلوب على الصليب، ابنها السيد المسيح. يعني كرامة الصليب ده شيء واجب جدا جدا، بل بالإضافة لما نيجي نسمع الإبصاليات والصلوات والزكسولوجيات الخاصة بتكريم الصليب في داخل القداسات، وعلى الأخص في أعياد الصليب، ده معناها أن ده كلام حقيقي خارج من فم الآباء اللي كتبوه علشان نردده نحن أيضا. والسيدة العذراء موافقة على هذا الفكر السليم. هنا بنلاقي أن السيدة العذراء مريم بتشير أيضا إلى عملية الفداء والخلاص، ده بل أن العذراء مريم بتقول أيضا أن أنا محتاجة إلى هذا الفداء والخلاص، أنا نلت الخلاص زيكم، مش حسب الفكر اللي بيقول أن هي لم تلد ولم يحبل بيها بدنس الخطية، بل هي كده بتأكد
في وقت ما إن هي محتاجة لخلاص المسيح فقد ولدت بدنس الخطية، ولكن في وقت ميلاد السيد المسيح منها حدث اتحادا أقنوميا مؤقتا ما بين أقنوم الكلمة وجسد السيدة العذراء مريم. ولذلك الملاك لما قال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلية تظللك، فبهذا الكلام تطهر المحتوى. أحشائها تطهرت وبقت جاهزة على استقبال تجسد الله منها. ولذلك اللحن يقول وقدسها وطهرها وملأها نعمة علشان يولد منها المسيح، لكن هي في ذات الوقت تحمل الخطية الجدية ومحتاجة إلى خلاص المسيح، وكده بتثبت عقيدة أنها حبل بها بدنس الخطية. نلاقي هنا الحقيقة أن الصليب خارج منه نور وهاج جدا ورايح على السيدة العذراء مريم، لأن الصليب مصدر للنور، مصدر للحياة، مصدر للخلاص. إنما العذراء مريم مش مدية للصليب النور، لكن الصليب هو اللي انبعث منه نور الحياة الأبدية. ولذلك نلاقي إن النور خارج من الصليب على السيدة العذراء مريم، والعذراء مريم منورة أي نعم، ولكن ده بيؤكد زي ما بتقول القطعة في صلاة الساعة التاسعة: أما أحشائي فتلتهب إليك عند نظر إليك يا ابني وإلهي. يعني رغم أنه ابنها المصلوب على الصليب بالجسد، ولكن إلهها في ذات الوقت. بنرجع لصورة تانية جميلة جدا، وهي منظر العذراء وهي واقفة بتصلي أمام الصليب وضم أيديها قدامها علامة الصلاة، وسجدة وركعة أمام صليب ربنا يسوع المسيح. الصورة اللي بعد كده ده منظر من بعيد بقى، الناس شايفة العذراء فوق القبة بتصلي أمام الصليب وخاضعة أمامه، ده منظر من بعيد شوية. هنا بعد كده بنلاقي ان السيدة العذراء مريم ظهر في كتلة من النور المتحرك ورايح ناحية الصليب فوق القبة، ده منظر جميل جدا. هي فعلا تستحق ان هي تكون ام النور، ام النور العذراء مريم، ده شيء عظيم جدا جدا، ومنظر بيدلل على مجدها ويدلل على قداستها. منظر تاني بنلاقي ان العذراء مريم ظهرت في شكل سحابة كبيرة جدا من النور في وسط الظلمة وفي منتصف الليل على قباب كنيسة العذراء الزيتون في يوم 2 ابريل سنة 68. والسحابة الكبيرة دي هي بتأكد لينا نبوة جات عنها في أشعياء النبي، لما أشعياء النبي تنبأ عنها وقال هوذا الرب قادم إلى مصر راكبا على سحابة خفيفة. إيه هي السحابة الخفيفة؟ هي الست العذراء مريم وهو ابنها متشال على حجرها. هي بتؤكد إن هي السحابة الخفيفة، بس السحابة المنيرة، مش السحابة اللي احنا بنشوفها في السماء دلوقتي المادية دي، لكن سحابة منيرة جدا للسيدة العذراء مريم، بتؤكد صحة النبوات وتؤكد صحة الكتاب المقدس بأقواله ووصاياه ونبواته، وتؤكد لنا أيضا أن هي المقصودة وأن هي اللي تجسد منها رب المجد. الصورة اللي بعد كده للمصور وجيه رزق بيصور العذراء مريم غالبا، يعني وأنا في رأيي أن نفسها صورة الأيقونة اللي هي شايلة المسيح ورأسها ميالة لابنها الطفل، وغالبا تكون هي صورة السيدة العذراء مريم بتحمل ابنها الطفل يسوع. أنا بقول لكم شيء مهم جدا،
وهو ان ظهورات العذراء مريم كان ليها اهداف لتثبيت العقيدة الارثوذكسية. ثانيا، ظهورات العذراء مريم لها نظام وبتظهر بنظام، مش ظهور عشوائي. ده إلهنا إله نظام، وإلهنا إله ترتيب. ترتيب يعني طقس، ده هي بتؤكد الطقس هنا، الطقس الكنسي يعني الترتيب الكنسي، الترتيب اللي هي التزمت بيه من خلال ظهورتها. بتدي رسالة، بتدي رسالة عقائدية ولاهوتية، بتدينا رسائل سمائية روحية أيضا، بل إن هي بتؤكد أيضا الأيقونة، وحسبت لكم بظهوراتها بعد كده الصور اللي جاية. تعالوا نشوف هنا أيضا ظهور للسيدة العذراء مريم مهيب جدا جدا، ودي صورة فوتوغرافية وطلعت في وسائل الإعلام. شوفوا كنيسة العذراء الزيتون قد إيه، وشوفوا كتلة النور لظهور السيدة العذراء مريم قد إيه، يعني تقريبا قد حجم الكنيسة كلها، ظهور في السماء المظلمة. وبعدين خارج من النور 3 حمامات متجهين غالبا إلى ناحية الشرق، والحمام ده رمز إلى أن هي نفسها الحمامة الحسنة، هي ترمز إلى حمامة نوح اللي خرجت بره الفلك وجابت غصن زيتون رمز السلام. ولذلك هي بتؤكد المصطلح الآبائي اللي جه في التسبحة والأبصالمودية، إن هي أم السلام. لما نيجي نرنم تسبحة السلام لك يا مريم، هنلاقي ليها تعبير أو مصطلح اسمها أم السلام، لأن هي ولدت رئيس السلام. ده لما اتولد رئيس السلام، جمهور الملائكة كان بيسبح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، يعني ولد السلام ورئيس السلام على الأرض، فهي بحق ينطق أو ينطق اسمها بأم السلام. بالإضافة طبعا رقم 3 هو رمزية إلى الثالوث القدوس، النور الوهاج بيدل على مجدها وعظمتها، وإن لها مجد خاص ونجم خاص، زي ما قال السيد المسيح نجم يفترق عن نجم، شيء رمزي إلى مجد القديسين الذي يفترق عن بعضه بمكانة الشخص نفسه. الصورة اللي بعد كده عجيبة جدا، وهو ظهور حمام على شكل صليب، وعدد الحمام 7، يعني الست العذراء مريم بتؤكد ال7 أسرار كنسية في كنيستنا الأرثوذكسية، بتأكدها كمان، بتأكد برضو حبها وخضوعها لعلامة الصليب. ولم يكن هناك شكل أعظم من شكل الصليب تظهر بيه، يعني علامة الحياة وعلامة الخلاص وأداة العبور من الظلمة إلى البر، والعبور أيضا إلى ملكوت السماوات والحياة الأبدية. طبعا الحمام متجه في اتجاه واحد، أنا لا أستطيع أن أتنبأ عن أو أعرف يعني اتجاهه كان ناحية فين، ولكن على أي من الأحوال منظر الصليب ومنظر الحمام بيؤكد دلالات عظيمة جدا في عمق ظلمة الليل فوق كنيسة العذراء الزيتون. الصورة اللي بعد كده برضو بتأكد ال7 أسرار بظهور 7 حمامات طائرة في الجو، كل واحدة شكل بعضها بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. ال7 حمامات بيرمزوا إلى 7 أسرار كنسية، وهذه الرمزية دي أكيدة لرقم 7، الجمال والروعة وحركة طيران الحمام ده بيدينا تأكيد لعقيدتنا، ويدينا تأكيد للقديسين اللي عايشين في السماء. المنظر اللي بعد كده
هو منظر الاثنين من القديسين منيرين جدا، بالتأكيد منظر منهم أو شخص منهم هو للسيدة العذراء مريم، وطبعا المنظر الثاني أو الشخص الثاني لا أعلمه، ولكن هذه هي حقيقة القديسين، ينيرون في بيت أبيهم أو زي ما بقول سفر الرؤيا يصيرون كالكواكب المنيرة. بالإضافة الصورة اللي بعد كده بقى نرجع أو ندخل على ظهور السيدة العذراء مريم في كنيسة الوراق في ديسمبر 2012، بنلاقي هنا منظر جميل جدا جدا، وهو فوق الأرش في مدخل الكنيسة في الصليب. الصليب توهج بالنور، بالنور العظيم جدا زي ما انتم شايفين، وبعدين على يمين الصليب السيدة العذراء واقفة منيرة جدا، ظهور للعذراء في كنيسة الوراق. ايه المنظر ده؟ عارفين المنظر ده هو نفس المنظر اللي بنشوفه في اي كنيسة، فوق الحجاب ندخل نلاقي الصليب والسيدة العذراء على يمين الصليب ويوحنا الحبيب على يسار الصليب. ده منظر الجلجثة. الست العذراء مريم بتقول ان في جلجثة جاية، لربما او في شوية آلام، ولكن ما تخافوش. العذراء مريم بتؤكد الطقس الكنسي من ناحية ترتيب الحجاب، لابد الحجاب يبقى فيه منظر الجلجثة فوقيه والصليب معلق فوق. العذراء مريم بتؤكد الأيقونة، لأن دي أيقونة احنا بنشوفها، يعني لو شفت أي منظر للصلبوت أو أيقونة الصلبوت هتلاقي السيد المسيح والعذراء مريم هنا ويوحنا الحبيب هنا. العذراء مريم بتقول للعالم كله انظروا إلى ذبيحة الصليب وانظروا إلى المخلص. ده العذراء مريم هنا بتشير إشارة غير مباشرة على ذبيحة الصليب، هي نفسها ذبيحة التناول، ذبيحة الإفخارستية اللي بنتناولها في كل قداس بس تحت أعراض الخبز وعصير الكرم. ست العذراء مريم بتقول لنا ما تبعدوش عن الذبيحة دي، ما تبعدوش عن التناول، زي ما عطتنا رسالة بتقول لنا ما تبعدوش عن الصلاة، صلوا. شوفوا أنا حياتي في السماء هي الارتباط الوثيق بالحب، الصلاة، أنا بتشفع من أجلكم، هي بتثبت لنا الشفاعة، بأصلي من أجلكم. والشفاعة دي شيء أكيد في عقيدتنا الأرثوذكسية عامة. الست العذراء مريم يعني اختارت المكان الذي يمثل الجلجثة، الصليب في أعلى القمة في الأرش وهي على يمين الصليب، لأن كملكة جلست عن يمين الملك، وتلاقي دايما رأس السيد المسيح على الصليب ميالة ناحية اليمين اللي هيكون أمه العذراء مريم واقفة على يمينه. هي بتأكد إن هي محتاجة للخلاص. عند نظري إلى صلبوتك أحشائي تلتهب من أجل الكل يا ابني وإلهي. فهي بتؤكد احتياجها للإيه؟ للصليب. منظر جميل جدا بيؤكد أمور لاهوتية وعقائدية رائعة جدا. الصورة اللي بعد كده صورة مكبرة شوية، هذه العذراء مريم واقفة بجوار الصليب على الأرش مدخل الكنيسة، منظر يحمل الرمزية ويحمل الرسائل المتعددة ويحمل الحب. العذراء مريم بتقول لنا زي ما انتم شايفين المسيح مصلوب من أجل الحب، هكذا أحب الله العالم، أحبهم حتى إلى المنتهى، هكذا انتوا عيشوا بالحب وسط الناس كلها. هنا العذراء مريم برضو تختار منظر ما بين الصلبان، الكنيسة المنيرة جدا، وتظهر النور بتاعها حواليه نور أزرق ونور أصفر، الأزرق رمز الأبدية والخلود،
الأبيض رمز الطهارة، الأصفر رمز النقاء. شيء جميل جدا في هذا المنظر برضو ظهورها في الوراق. في بعض الإخوة قعدوا يأخذوا منظر ظهورها في الوراق بأشكال مختلفة، يقال إن هي كانت واقفة جوه في هذا النور بهذا المنظر الجميل بتبارك الناس. جميع المصريين شافوها، المعجزات كانت للجميع مش لحد معين. دي دليل حبها للمصريين، لأن أرض مصر هي جات ومشيت عليها وأكلت من أكلنا وشربت من نيلنا. ده شيء رائع وجميل. إحنا الحقيقة متميزين بوطننا وبعقيدتنا وبهويتنا المصرية. نحن متميزين عن باقي دول العالم، والسماء بتشهد لينا، العذراء تحبنا. بنيجي هنا بقى منظر تاني برضو في الوراق. العذراء مريم بتظهر فوق القبة الرئيسية، وجعلت الصليب تاج ليها، يعني الصليب فوق راسها يمثل التاج، يمثل المجد السمائي، يمثل العظمة. وهي في كتلة من النور، والصليبين اللي حواليها منورين، يبقوا 3 صلبان، صليب كتاج فوق راسها والصليبين التانيين حواليها، والتلاتة رمز للثالوث القدوس. المنظر اللي بعد كده نلاقي ان في ادفو في اسوان كانت العذراء ظهرت بنفس منظر الوراق، والصليب فوق راسها كتاج ليها، وهي بتحقق الآية التي أوردها معلمنا بولس الرسول لما قال: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. والصليب فوق راسها هنا رمز للافتخار، ورمز لحبها وخضوعها لصليب ربنا يسوع المسيح. المنظر اللي بعد كده هي بتظهر في شكل صليب. الصليب ده عبارة عدد الحمام اللي فيه، أو المناظر أو الكائنات الروحية المنيرة، عددهم 8، و8 رمز النصرة، و8 رمز الحياة الأبدية، لأن 8 بيرمز إلى اليوم الثامن. اليوم الثامن عند اليهود هو اليوم الأول، ولذلك لما المسيح يختتم في اليوم الثامن يبقى إذن ولد في اليوم الأول، يبقى إذن ولد يوم حد واختتن يوم حد اللي هو اليوم الأول أو اليوم الثامن. طبعا دخل أورشليم ملكا في اليوم الثامن يوم الأحد، وقام من بين الأموات يوم الأحد. إذن يوم الأحد أو عدد 8 بيرمز إلى النصرة، وهكذا. رغم أن الصليب رمز للعار ورمز للموت وكان عليه الموت، لكن في نفس الوقت رمز للإيه؟ رمز للنصرة. المنظر الثاني، المصور أخذ صورة في احتفالات أسيوط بالست العذراء مريم ونيافة أنبا ميخائيل، بيحتفل مع الشعب بتاعه. ربنا ينيح نفسه وأيضا يديم حياة حضرة صاحب النياف سيدنا الأنبا يؤنس، وهو بيحتفل بعيد العذراء مريم والأيقونة ماشي قدامها، إنما العذراء مريم ظهرت في شكل حمامة، لأن هي الحمامة الحسنة، رمز السلام ورمز المحبة. والمنظر رائع جدا وجميل جدا. نيجي هنا أيضا ظهورها في أسيوط، شكل يعني كتلة من النور التي تتوهج فجأة بجوار المنارة وتنير الصلبان والمنارة، لأن هي بالفعل أم النور. بالإضافة إلى الصورة اللي بعد كده، منظر ظهورها في كنيسة القديسة دميانا بشبرا بابا دوبلو بنفس هذا المنظر، لأن ما اتخذتش صورة فوتوغرافية في لمنظر ظهورها في شبرا، ولكن حسب ما شافوها الناس وقعوها بمشاعرهم وبريشتهم وبالرسم. السيدة العذراء مريم تنظر بالحنان والحب إلى الشعب. كان عدد الشعب وصل وقتها في الشارع ل6000 نفس، وهنا 3 حمامات
يعني تظهر فوقيها رمز البتولية، لأن هي ولدت السيد المسيح بحلول الروح القدس عليها، بالإضافة إلى أن هي بتفتح ذراعها بالمحبة لجميع المصريين، لجميع الناس دون تمييز. ده معناها أن بتدينا رسالة أن إحنا نعيش بلا تمييز ونعيش بلا عنصرية. خلي المحبة هي اللي تسود ما بين الناس وبعضها، لأن الله نفسه محبة. منظر جميل جدا. بالإضافة بقى لمنظر فيديو احنا هنعرضه دلوقتي، السيدة العذراء مريم تظهر في سماء مصر، في سماء مصر كعذراء صغيرة السن وكملكة، وتقعد تلف حوالين نفسها تتحول إلى صليب، زي ما انتوا شايفين كده منظر ليها، صورة ليها وهي في السماء ظاهرة بهذا المجد، ثم تتحول إلى صليب في الصورة اللي بعدها هنشوفه في الفيديو إن شاء الله. أنا عاوز بقى ألفت النظر إلى وقت ظهور السيدة العذراء مريم. شوفوا الناس كانت مزبية بهذا الظهور، كله مفتح عينه جامد وفي حالة وجدانية أخرى خالص، وفي حالة أخرى ومشاعر أخرى، بينظروا إلى تجلي السيدة العذراء مريم فوق قبابة في كنيسة الزيتون. بالإضافة شايفين منظر تاني لهذا الشاب، وعينه وعقله وفكره ومشاعره مزبية بمنظر ظهور السيدة العذراء مريم. حتى على مستوى العالم نلاقي الأطفال دولت كانوا بينظروا لظهور السيدة العذراء مريم في فرنسا نفس الاختطاف ده، يعني الاختطاف الوجداني والعاطفي والعقلي، واختطاف الحواس، البصر والسمع ملتفتة تماما لظهور السيدة العذراء مريم، لأن ده منظر سمائي. وكيف أن العقل البشري يستطيع أن يحوي ما هو روحاني إن لم يكن الإنسان برضو مؤهل لرؤية منظر ظهور السيدة العذراء مريم. هنا أيضا ظهور الأطفال في البرتغال وهم مسبيين بظهور الست العذراء مريم، بيبقى ظهور روحاني مفرح جميل، بينتقل فيه الإنسان إلى عالم من الشفافية وعالم من الروحانية. ربنا يبارك حياتكم، كل سنة وأنتم طيبين.